جيسي يا جيسي، ازيك يا جيسي؟ وودي، ازيك يا وودي؟ الحمد لله على السلامة. اتأخرت ليه؟ جبت الغلة كلها للفراخ والبط؟ ايوة جبتهم كلهم يا جيسي، نازل اهو. عاملة ايه؟ انت قاعدة هنا من زمان ولا ايه؟ ايوة يا وودي، قاعدة من زمان كده. جبت قد ايه يا وودي؟ جبت كل الشكاير اللي اقدر اجيبها يا جيسي. والله اصلا انا ما لقيتش بس غير حاجات بسيطة قوي. ماشي يا وودي، ماشي خلاص، مش مشكلة، اللي جبته يكفي ان شاء الله لحد الصيف. انا عندي ليك خبر حلو قوي يا وودي. خير يا جيسي؟ قولي. طمنيني طمنيني، تعالى بس معايا على المزرعة كده علشان اوديك حاجة مفاجأة تجنن. خير يا رب، وريني. الفرخة، الفرخة كوكي جابت ايه؟ جابت بيضة جميلة قوي بس شكلها غريب جدا يا وودي، وعايزة اتأكد منك على حاجة. بص يا وودي، بص معايا، شايف الفراخ بتوعنا جمال ازاي؟ هو انت جايباني علشان تقوليني الفراخ جمال يا جيسي؟ انا جاي من مشوار والدنيا شمس، ايه اللي حصل؟ قولي. تعالى تعالى قرب معايا كده، قرب. بص ايه ده يا جيسي اللي انا شايفه؟ ده حقيقي؟ البيضة دي بتلمع كده ليه؟ دي كوكي اللي بيضتها؟ ايوه يا وودي، كوكي اللي بيضتها، شايف؟ بص معايا. لا لا استني، ده انا اجيبها بقى، استني استني. ايه ده؟ اقعدي اقعدي يا جيسي، اقعدي. واو، البيضة دي، انت عارفة البيضة دي ايه يا جيسي؟ ايه البيضة دي ايه يا وودي؟ طمني طمني، انا في دماغي حاجة كده وبقول يا رب تكون هي. البيضة دي ذهب يا جيسي، ذهب بجد بجد يا وودي، انا قلت كده والله بس كنت خايفه يطلع بيتهيألي. لا دي بيضه ذهب فعلا يا جيسي، الفرخه كوكي بتبيض لنا بيض ذهب. معقول؟ طيب تعالى بسرعه نروح نشوف دي بيضه ذهب ولا لا. فعلا تعالى نروح نبيعها، دي فكره هايله جدا يا جيسي، يلا بينا. انا فرحانه قوي يا وودي، فرحانه قوي، البيضه فعلا طلعت ذهب وخدت كل الفلوس دي، انا مبسوطه قوي. انا عايزه احضن كوكي وابوسها واقول لها بدلنا كل يوم بيضه من دي يا كوكي عشان خاطري، احنا هنبقى اغنية قوي يا وودي. انت عماله تلغي رغي كتير قوي يا جيسي من ساعه ما جبعنا البيضه وطلعت ذهب فعلا. انا فرحانه قوي من كتر فرحتي مش قادره اتكلم. فعلا فعلا يا ودي، انا رغيت كتير قوي بس من فرحتي والله، انا فرحانه قوي مش قادره اوصفلك. البيضه دي فرحتني قد ايه، والفلوس كمان، انا هعمل حاجات كتير جميله قوي كان نفسي فيها من زمان. يلا اشوفك بكره بقى يا ودي، تصبح على خير. وانتي من اهله يا جيسي؟ معقول اللي انا شايفه ده؟ معقول انا شايفه بجد ولا انا بتهيألي؟ مش ممكن. لا 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 استنى بقى يا وودي، استنى واعقل كده يا وودي، دي بيضة ذهب تانية. مش ممكن مش ممكن يا وودي، مش ممكن، دي بيضة ذهب تانية يا جيسي. جيسي يا جيسي يا جيسي. ايوه يا وودي، خير في ايه؟ ايه ده؟ هو احنا ما نمناش ولا ايه يا وودي؟ انا ما نمتش. ايه اللي انا شايفاه قدامك ده يا وودي؟ هي البيضة وانت رجعتها تاني؟ انا مرجعتش حاجة يا جيسي، دي كوكي باضت بيضة كمان يا جيسي، مش معقول، انا فرحانة اوي. يلا بينا. انت بتتكلم بجد؟ يعني البيضة دي واحدة تانية؟ يعني احنا هنجيب فلوس تانية دلوقتي؟ دي بيضة فعلا. لا 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 لا، بيضة ذهب كمان يا جيسي، لا 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 الرقص. يلا بينا، يلا بينا، شيلها معايا يا وودي، دي شكلها اتقل من البيضة بتاعت امبارح. واو يلا بينا، انا مبسوطة قوي يا وودي، وحاسة بتغيير كبير قوي في حياتي بسبب البيض الذهب ده والفلوس الكتير دي. انا مبسوطة قوي يا وودي، مبسوطة قوي، بقالنا شهر كده كل يوم بيضة ذهب، كل يوم بيضة ذهب، انا فرحانة قوي وحاسة بتغيير كبير في حياتي بسبب البيض الذهب ده والفلوس الكتير دي. انا كمان مبسوط قوي وراضي جدا الحمد لله وسعيد، دي اكتر حاجة مفرحاني في حياتي دلوقتي موضوع البيض الذهب ده.
بقول لك ايه يا وودي، انا بفكر في فكره كده بقالي كام يوم وعايزه اقول لك عليها. خير خير يا جيسي، قولي طمنيني ايه الفكره. الفرخه كوكي دي بما انها كل يوم بتجيب لنا بيضه ذهب، ده اكيد الفرخه كوكي دي في بطنها بيض ذهب كتير قوي 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 يا وودي. تفتكري معقوله يكون بطنها مليانه بيض ذهب؟ اكيد اكيد يا وودي، انا متاكده. طب ما هي كل يوم بتنزل لنا بيضة، ايه المشكلة بقى؟ لا طبعا يا وودي، احنا لو فتحنا بطنها ممكن نلاقي بيض كتير جدا جدا، ونقدر نشتري بيت مرة واحدة وعربية بقى ونظبط نفسنا يا وودي، مش نقعد كل يوم نستناها تنقطنا بيضة 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 كده. الكلام اللي انت بتقوليه ده يا جيسي خطير جدا، واما اننا هنبقى فوق 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 قوي قوي ومعانا فلوس كتير، واما اننا مش هيبقى معانا حاجه خالص. ازاي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش معقول مش هيبقى معانا، دي كوكي مليانه وكل يوم بتجيب لنا، احنا بقالنا شهر وكل يوم بتبيض لنا بيضه. ما يمكن يا جيسي البيض مش في بطنها ولا حاجه وكل يوم بتبيض. لا لا بتهيألك يا وودي بتهيألك، انا متاكده انه اكيد اكيد في بطنها بيض كتير قوي. تعالى بينا ناخدها عند الفرارجي ونذبحها ونطلع البيض الكتير اللي في بطنها، واقول لك تعالى نذبحها احنا عشان ايه، ونوديها للفرنجي بعد كده ينضفها ونبقى ناكلها، بس ناخد البيض الذهبي الاول. هي فكره برضو، يلا يلا بينا يلا. يلا يا وودي اقف لها من هنا علشان لو جريت، وانا هقف من الناحيه التانيه. ماشي يلا يا جيسي يلا. عشان نتيجة طمعك وجشعك، وانا غلطان، انا كمان انا كمان طمعت. سيبني دلوقتي، انا كمان كنت استاهل، انا كمان فعلا كنت استاهل يا جيسي، انا طمعت زيك، ما كانش ينفع اطمع ولا اعمل اللي انا عملته ده ولا وافقك على كده. يا حبيبتي يا كوكي انا زعلانة عشانها قوي، انا كمان زعلانة قوي عشان البيت. انتي طماعة يا جيسي وده غلط ولازم تبطلي الطبع ده. خلاص خلاص يا وودي مش هبقى طماعة تاني، انا اسفة يا وودي ما تزعلش مني، ارجوك ارجوك يا وودي ارجوك. خلاص بقى ماشي يا جيسي، دلوقتي خلاص احنا خسرنا كل حاجة ودي نتيجة الطمع. بصوا يا اصحابي دي التجربة بتاعتنا النهاردة، احنا فعلا طمعنا وتمنينا ان احنا يبقى عندنا كل حاجة، ومرضناش ابدا باللي ربنا قسمه لنا، انه كل يوم كان بينزل لنا بيضه ذهب، واخترنا ان احنا نذبح الفرخ. دي كانت قصتنا النهارده يا اصحابي، يا رب تكون عجبتكم، يا رب نكون اتعلمنا ان احنا ما نبقاش طماعين ونرضى باللي ربنا كتبه لنا، علشان ربنا بيبقى شايف حاجات احنا مش شايفينها، وبيبقى عايز يدينا فرصه لاننا ناخد حاجه مثلا او يرزقنا بحاجه معينه، واحنا بنطمع فبيحرمنا من كل حاجة علشان يعاقبنا على طمعنا ده، ويفهمنا ان ربنا بيكتب لنا حاجات افضل من اللي احنا بنتمناها. عايزاكم بقى تكتبولي ايه رأيكم في قصة النهاردة في التعليقات، وايه اكتر حاجة حبيتوها النهاردة في قصتنا. وما تنسوش طبعا يا اصحابي تشتركوا في القناة بتاعتنا عن طريق الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، تضغطوا عليه، وكمان تعلموا على علامة الجرس عشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات اللي بنزلها لكم كل يوم، واشوفكم بكره ان شاء الله مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العيبي. باي باي يا اصحابي، باي باي.